ينضم إلينا من خان يونس الصحفي غازي العلول. غازي مرحبا بك، لو تعطينا آخر التحديثات المتعلقة بالقصف الذي استهدف مدنيين في شارع صلاح الدين. نعم سامي، الاستهداف كان لمجموعة من المدنيين تجاوزوا الحاجز الذي نصبته إسرائيل على الطريق ومن خلاله تفتش المواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا، وكلهم من المدنيين بالنظر إلى أنهم عائلات معهم أطفال وأمتعة بسيطة وملابس فقط يرتدونها، لا يحملون معهم أي شيء ويسيرون نحو المجهول ولا يعرفون ما الذي ينتظرهم هنا في جنوب القطاع بسبب عدم توفيرهم أدنى مقومات الحياة مسبقا، وبالتالي هم كانوا يسيرون مسافة 7 كيلومترات فيما يعرف بدوار الكويت، هذا المفترق أو مفترق الطرق هذا الذي يضعون عنده سياراتهم ويسيرون سيرا على الأقدام وصولا إلى منطقة يعني محافظة لبريج أو مخيم لبريج في المحافظة الوسطى، بعدها يمكنهم العثور على مركبات أو عربات. هذه المسافة تقدر بنحو 5 إلى 7 كيلومترات سيرا على الأقدام وهي متعبة للغاية. عند هذه النقطة بالتحديد يتواجد عدد كبير من الجنود الإسرائيليين وكذلك الآليات الإسرائيلية العسكرية. عند مرور بعض المواطنين في هذه النقطة تم استهدافهم، سواء ذلك كان برصاص القناصة المتمركزين أو حتى بالمدفعية التي استهدفت مجموعة منهم، وعلى إثر ذلك وصل عدد من الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى وكذلك عشرات الإصابات. بعض الحالات هنا كانت إصابتهم طفيفة، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، التقيت بأحد الأشخاص الذي جاء مع عائلته وكان في موقع الاستهداف، قال بأن إسرائيل لا تلقي بالا لمن يعبرون الطريق والممر ليس آمنا على الإطلاق كما تدعي إسرائيل بأنه ممر آمن فقط للمدنيين. يقول بأن الجثث ملقاة على الأرض وأن سيارات استهدفت بشكل مباشر ويتواجد فيها أطفال ومدنيين ولا يجدون أحد يسعفهم بالنظر إلى يعني صعوبة المنطقة وباعتبارها نقطة حمراء بسبب تواجد الآليات الإسرائيلية في هذا الموقع. هذه الحادثة التي جرت اليوم ليست الأولى من نوعها، بالأمس كان هناك استهدافا لمسن كان يعني يبلغ من العمر 74 عاما وكان قد حاول في عديد المرات السابقة الوصول إلى جنوب قطاع غزة، وفور وصوله إلى منطقة ما بعد جنوب مدينة غزة استهدف برصاص قناصة ويعني قتل على الفور نتيجة الاستهداف المباشر بالنسبة له. بالتالي هناك سياسة إسرائيلية متعلقة بأن من يشكون فيه أو يعتقدون بأن له أي علاقة مع حماس أو أنه يحمل حقائب غريبة أو حقائب من الممكن أن تكون مشبوهة بالنسبة لهم، فإنهم يستهدفونهم بصورة مباشرة ولكن لا يلقون بالا بطبيعة الحال، لأن هؤلاء مدنيين يسيرون على الأقدام ويقطعون مسافات ويتركون خلفهم منازلهم ومدينتهم التي باتت منكوبة بالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بها خلال الأيام الماضية. لكن يبقى الخيار الوحيد أمامهم هو النزوح والاتجاه جنوبا، على اعتبار أن مدينة غزة وشمال القطاع بات منطقة عسكرية مغلقة وأن كل مقومات الحياة والقطاعات الخدماتية في هذه المدينة توقفت، من مخابز، من أماكن من الممكن أن يجدوا فيها مياه، حتى فيما يتعلق بالمستلزمات الغذائية والتموينية باتت فقيرة غزة بهذه الأمور، ومن يتوفر لديه بعض البضائع يعني بدأ يرفع السعر وبدأت نعم غازي تبدو كارثية سيما. نعم الوضع كارثي، هذه نقطة واضحة، ولكن الآن الحديث حديث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن النظام الصحي في قطاع غزة بلغ نقطة العودة، وشهدنا ذلك من خلال استهداف المستشفيات. ما الذي تعنيه هذه يعني هذا الهدف حسب ما تلاحظ غازي من خلال الضغط أكثر على المستشفيات ومراكز الصحة هناك؟
يعني سامي بدا واضحا منذ بداية هذه الحرب بأن إسرائيل لا تستطيع الوصول إلى قادة حماس الذين تسميهم بإرهابيين وتريد قتلهم بأي شكل من الأشكال. خلال 35 يوما لم تستطع الوصول إلى القادة الكبار في المجلس العسكري لحماس أو المجلس العسكري لسرايا القدس، فقط استهدفت المدنيين. لذلك هي ذهبت باتجاه قصف مربعات سكنية كاملة، رفع كلفة الضحايا من المدنيين، ووصلنا الآن إلى أكثر من 11,000 ضحية قد قتلوا في هذه الحرب، بالإضافة إلى آلاف المصابين ونصفهم من الأطفال والنساء. بالتالي لم يكن أمام إسرائيل سوى هذا الخيار، أي الضغط على حماس وعلى الفصائل الفلسطينية الأخرى من خلال استهداف المدنيين بصورة مباشرة، وبدأ ذلك واضحا منذ اللحظة الأولى. الآن أخذوا خطوة أخرى في عملية البرية لاعتقادهم بأن حماس تتخذ من المستشفيات مراكز لإدارة هذه العملية العسكرية وللاختباء فيها من خلال أنفاق تتواجد فيها أو من خلال الأقسام في مرافق هذه المستشفيات. بالتالي ذهبوا باتجاه الضغط وتضييق الخناق على المستشفيات وإلحاق الضرر بها من خلال القصف المستمر في محيطها أو القصف الذي شهدناه بالأمس واليوم بصورة مباشرة لهذه المستشفيات، أملا من أن يعني يجبر الناس والنازحين في هذه المستشفيات على الخروج لتتسنى لهم الفرصة لأخذ راحتهم في استهدافها بصورة مباشرة. والآن هي تحاصر عدد كبير من المستشفيات، نتحدث عن مستشفى النصر، كذلك مستشفى العيون ومستشفى الرنتيسي، وأيضا مستشفى القدس الذي استهدف برصاص قناصة على مدار هذا اليوم، وأيضا الآن اشتباكات تدور في محيط مجمع الشفاء الطبي وهو الهدف الأكبر بالنسبة لإسرائيل والجيش الإسرائيلي المتوغل. هم يريدون محاصرة هذه المستشفيات والبحث في داخلها عما يعتقدون أنهم سيجدونه من أنفاق ومن مخابئ وربما من رهائن يتواجدون داخل هذه المستشفيات. باعتقادي بأن إسرائيل ذاهبة نحو هذا الأمر ولن تعود عنه بالنظر إلى ما وصلته من توغل ملحوظ في أعماق قطاع غزة من خلال الشوارع والأحياء السكنية التي وصلت إليها ودمرتها بشكل كامل. لكن يبقى السؤال ما بعد ذلك، هل ستتجه إسرائيل لتطبيق الخطة أو العملية العسكرية البرية في الجنوب هنا، أم أنها ستكتفي بأخذ صورة النصر من مجمع الشفاء الطبي وستقبل بالأمر الواقع وهو الذهاب نحو التفاوض والحل السياسي في قضية الرهائن والأسرى الذين يعني هم تحت يد حماس، وستذهب نحو صفقة شاملة كما يعني رغبت الفصائل الفلسطينية منذ البداية؟ بالتالي هذا هو السؤال الذي يدور في أذهان الفلسطينيين ولا يعرفون إجابته حتى هذه اللحظة، لكن بالتأكيد الساعات المقبلة والأيام المقبلة ستجيب عن كل هذه الاستفسارات. سامي، نعم، غازي العلول الصحفي الفلسطيني كنت معنا من خان يونس، شكرا لك.